لا يتم التعامل في مصر إلا بالبطش والقبضة الأمنية. لا يتم التعامل في مصر إلا بالبطش والقبضة الأمنية بس. يا جماعة لو أنتوا بتدرسوا علوم اجتماعية، أنا عارف إنهم بيدرسوا علوم اجتماعية في كلية الشرطة. طب العلوم الاجتماعية دي ما تقولكوش إنه هذا تأثير مؤقت؟ إنه لا يمكن يكون ذو تأثير دائم؟ وإن كل كتب العلوم الاجتماعية وكل كتب التاريخ بتقول كده؟ كل فترة كل نظام حسب الوقت بتاعه. أنا مش هقول كده يا جماعة. فكرة التعامل مع الناس بالقوة 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 بالقوة. الست راحوا قبضوا عليهم. هنوريكم دلوقتي فيديوهات للست لحظة زوار الفجر. طبعا ما بيروحوش غير الساعة 3 ليه البيوت؟ أنتوا عارفين البيوت ليها حرمات يعني. فإحنا نروح الحرمة إزاي؟ الحرمة نكسر الحرمة في وقت الحرمة. لازم نروح من وقت زوار الفجر. الساعة 3 بالليل نكسر عليها الباب، وهي امرأة زي ما عرفنا من الفيديوهات اللي قبل كده انها امرأة تعيش بلا رجل يعني، حتى لو عندها 100 راجل الشرطة جاية تكسر عليها وامن الدولة وبتاع. خلينا نشوف هذه اللحظات عشان تعرف كيف تدار هذا الوطن. طبعا هم بيعملوا الحاجات دي عشان وبيبقوا فرحانين لما احنا بننشرها. اه والله بقول لك جد، انت فاكر ان هم بيتضايقوا؟ لا خالص، ده يقول لك احسن كويس انه نشرها عشان ايه؟ الناس تخاف، كل واحد عايز يفتح بقه يشوفوا احنا بنعمل فيها ايه، فيقول لك يا عم ده عملوا في كذا وعملوا في كذا. احنا بنساعدك اهو يا استاذ صح؟ لكن والله انت جاهل. والله انك لا جاهل. كل ده اسمه زياده الفوران داخل الحله. اللي هتيجي في وقت وتطير الغطا. فانت مبسوط؟ هنوريك عشان نساعدك في تخويف الناس اكتر. اتفرجوا يا جماعه. يا فندم ممكن تفتح الباب؟ لا يا فندم هميلي صوري. ايش؟ ممكن اعرف حضرته جاي لي هنا ليه؟ بس مباشر؟ اطلع بس مباشر يا جماعه. ماشي خلاص شكرا. اتفضل يا بيه بس اسمع حضرتك. لا يا محمد بيه. اه شفتي بقى النيابه الاداريه بتلعب معايا تاني. النيابه الاداريه بيلعبوا معايا تاني. شفتي الوسايط بتعمل ايه؟ محمد بيه لما شاف ان في بث مباشر نزل. نزل وبعدين الست كملت البث المباشر بتاعها وهتستغيث في الفيديو اللي جاي وبعدين هيتم القبض عليها عادي. محمد بيه بس اتضايق انه انا اسف يا محمد بيه والله. انا اسفين يا محمد بيه ضايقناك معلش. الساعة 2 يعني احنا اسفين يا باشا ان احنا قرفناك في هذا الوقت المتأخر بس يعني يا رب نكون صيطناك يعني. يا رب تشوف نفسك في التلفزيون كده وتعمل كده وتشاور. انا اسف والله يا محمد بيه. خلينا نشوف الست وهي بتستغيث قبل ما يلقى القبض عليها. لا اله الا الله الملك الحق المبين. من امبارح الساعة 8 الا ربع يا جماعة لسه الرائد محمد عامر عبد الوهاب قاعد تحت بيتي هو وستة مخبرين. على القمة مع النواصي في المحلات. هم الشباب الصغير اللي اتصلوا بيا بيقولوا لي بيشرب حشيش. الضابط بيحشش في الميكروباص الاحمر تحت، وفي عربيه نص نقل بيضاء واقفه عند الجامع، جامع بلال بن رباح. يا فخامه الرئيس، اين دوله القانون؟ طب هو لو جه كسر عليا الباب الحديد انا اعمل ايه؟ الضابط ده معهوش اذن ضبط واحضار ليا من اي جهه. تمام، لا النائب العام امره ولا نيابه عامه امرته ولا اي حاجه. هو كل اللي قاله النيابه الاداريه عايزاكي. طيب يا جماعه مفيش مسؤول في البلد شايفني انا دلوقتي؟ يعني لو قلنا فخامه الرئيس مسافر ربنا يرجعه بالسلامه، مفيش مسؤول في البلد؟ فين وزير الداخليه؟ فين النائب العام؟ انا اتصلت بمكتب مدير الامن بيقول لي مش عارف اعمل لك ايه. النجده بقوا يقفلوا السكه في وش بنتي وهي بتعيط. طب الباب الحديد اللي بيني وبين الضابط لو كسره اعمل ايه؟ انا وبنتي امانه بين ايديكم. انا وبنتي لو اتقتلنا من الضابط محمد عامر عبد الوهاب رائد باسم الدخيله انا وبنتي حقنا بين ايديكم. ده كلام برضه يا حاجه. تقولي اسم الضابط ثلاثي كده. محمد بيه عامر راجل لطيف وكان قاعد في الميكروباص مستنيكي بكل ادب وما كسرش عليك الباب ولا حاجه. ده ناس لطاف خالص. ناس لطاف يعني. الراجل جاي يقبض عليكي عشان انتي اخوان. انت بتقولي فخامه الرئيس برضه؟ لا 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 الكلام ده، ده انتوا اكيد اخوان. ما هي التهمه اللي فاضله في مصر ولا ثقه في كل حد يعني.
فمحمد بيه عامر نزل من عند الست كده وراح قعد تحت لحد ما خلاص تمكن وتم القبض عليه. خلينا نشوف بنتها وهي بتحكي بقى اللي حصل بعد ما اتقبض عليها. هذه البنت الصغيرة تعيش بمفردها الآن بعد أن تم القبض على أمها. أنا بنت الممرضة نعمة مهدي، اسمي ليندا البنداري، طالبة في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية في جامعة اسكندرية، وكنت من أوائل الثانوية العامة وتم تكريمي من قبل المحافظ، وكنت الأولى على إدارة العجمي للمدارس الخاصة، ويعني الحمد لله احنا غلابة بس محترمين. أنا هختصر عليكم مش هطول. النهاردة الصبح كلم ماما شخص من اسم الدخيلة، من العاملين بيشتغل في اسم الدخيلة يعني، تمام، وقال لماما المخطط اللي بيدبره الرائد محمد عامر عبد الوهاب بالتعاون مع أندرو الخواجة برعاية اسم الدخيلة. ايه هو المخطط يا جماعة؟ المخطط كالآتي: ان ماما تنزل من بيتها، ياخدوها في الشارع، يقبضوا عليها، يركبوها الميكروباص الأحمر اللي مجرش تحت البيت عندنا من ساعة ما نزلنا الفيديو بتاع الضابط، ورقمه رقم نمرة العربية سين دال نون 1428. طبعا الضابط أثناء مأمورياته، هو مظبط نفسه طبعا ومظبط مأمورياته، اشتبه في نعمة مهدي فقبض عليها، فسبحان الله لقى معاها 2 كرتونة أدوية مخدرة، حيازة 2 كرتونة أدوية مخدرة، وحيازة مخدر تاني مش هقدر أقول اسمه اللي هو اللي لونه بني ده، تمام. فتتحول أمي بكده من كاشفة لفساد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السابق الدكتور محمد ضاحي اللي تمت إقالته من قبل وزير الصحة من يومين، تتحول أمي من كاشفة للفساد لمجرمة وتاجرة مخدرات. والإعلام طبعا اللي بقاله يومين ساكت ومحدش طلع يتكلم ولا حد طلع قال خبر إقالة الدكتور محمد ضاحي، هيطلع يتكلم ويصيح وهيتوصوا قوي كمان. طب انا بقى بنت 19 سنه وبطالب وزير الداخليه يطلع يرد عليا، هيعمل ايه مع الضابط ده؟ طب انا امتحاناتي هتبدا يوم السبت 16/11، انا انزل امتحاناتي ازاي؟ طب ولو نزلت هيمسكوني عشان تضطر ماما تنزل وهتنزل امي لبست كده، تمام. طب الشباب اللي زيي يا ريس يطمنوا على مستقبلهم ازاي؟ يعني انا كده مستقبلي بيضيع، حياتي بتتدمر، هل من استجابه؟ انا بنت لا، ليس هناك استجابة يا بنتي. البنت طبعا والله عجبتني جدا طريقة سردها، طريقة يعني متسلسلة كده بغض النظر عن صحة المعلومات أو عدم صحتها يعني، لكن هي بتتكلم بسردية تمام وبتتكلم على الذي ينتظرها. هو الحقيقة أنه في مصر أنت لست آمن طبعا، ده يعني إيه بيقولوا عندنا كده في الشرع، معلوم من الدين بالضرورة. اللي معلوم عندنا من الدين بالضرورة هو أنه أنت يمكن أن تلبس قضية في أي لحظة، قضية مخدرات وحشيش في أي لحظة، وأي ضابط بيفتخر بكده على فكرة، يقول لك ألبسك قضية في دقيقة، يعني لا يتورعون إن هو بيظلم وبيضيع مستقبلك وبيدمر أسرة، ده ما عندوش مشكلة خالص، ده بيعمل كده كأنه بيشرب بق ماء زي اللي أنا بشربه ده. بغض النظر عن صحة ده، عشان أنا ما بحبش يعني الاتهامات المعلبة والمسبقة في حق الضابط ده طبعًا أو غيره، لكن ده عرف موجود في مصر. انه يعني ده عرف موجود في مصر وعايشناه كثيرا، انه اي حد يلبسك قضيه في 10 دقائق ولا استشعر اي حاجه، يعني ما فيش مثلا ايه وخز الضمير كده، لا لا ولا لا ضمير ولا ضمير قبل حكمه ولا الكلام ده كله. فليس هناك طبعا شيء أسوأ مما يجري من قبضة امنيه زي ما قلت لكم عنيفه جدا لم تحدث في تاريخ مصر كله الحديث، وهو بركان يغلي في حل الضغط جوشك بإذن الله أن ينفجر. خلينا نشوف أحد الشباب اللي بيشتكوا من هذا البركان. دوامير دومتك إيه يالا؟ ميت إني اتكلمت وكله ساكت، وميت إني قلت لأ عشان مش حاسس بأمان، وميت إني شفت ياما ظلم، تهمتي اني شفت اهانة، بشوات اللي زيك ما يعرفوش معنى الاهانة، تهمتي اني جوع، تهمتي اني نمت خايف وبردان، تهمتي اني بمشي في الشارع خايف لا اتاخد في اي لحظة عشان كلمة حق قلتها في يوم من الايام، تهمتي اني اتحرمت من ابويا، تهمتي اني عشت بعيد عن امي، تهمتي اني اتفرقت انا واخواتي، تهمتي اني لسه عايش هنا، تهمتي اني ما سافرتش لغاية دلوقتي عشان انجد نفسي، تهمتي اني شفت ذل وسكت. انت هتتهان، يحصل فيا اللي يحصل ما بقتش اخاف،
هيحصل ايه اكتر من اللي حصل لي؟ هيحصل ايه اكتر من اللي حصل لي؟ مهما اتكلم مفيش كلمة هتفرق معايا.